كم بلغ مقدار البيانات قبل بضعة عقود؟ وكم بلغ وزن أول كمبيوتر محمول؟ ولماذا تفحص أجهزة الكمبيوتر بشكل منفصل في المطارات؟ لنكتشف الإجابات معاً. أكثر ثلاث كلمات مرور شائعة في عام 2019 1-2-3-4-5-6 و1-2-3-4-5-6-7-8-9 وQWERTY وPassword. ما هذا الإبداع؟ وكما قد خمنت على الأرجح، فكلمات المرور هذه تعد الأضعف أيضاً. ظهر أول مسجل فيديو في الأسواق حول العالم في العام 1956، كان بحجم بيانو واستخدم شريطاً بعرض 5 سنتيمتر، وبلغ سعره 50,000 دولار، ويعادل هذا المبلغ حوالي 480,000 دولار في الوقت الحالي. صنعت أول فأرة كمبيوتر من الخشب، كانت مستطيلة الشكل ولها زر صغير في الزاوية اليمنى العلوية. يعتقد الخبراء أن أوزبورن 1 أول كمبيوتر محمول في العالم، ظهر في العام 1981 وكلف 1800 دولار، أي ما يعادل 5400 دولار حالياً. وبلغ وزن هذا الجهاز 11 كيلوغرام تقريباً، واحتوى على شاشة بمقاس 5 بوصات أو 13 سنتيمتر، وكانت لوحة المفاتيح في غطاء الكمبيوتر. أطلقت أول صفحة إنترنت بتاريخ 6 أغسطس عام 1991. أنشأ تيم بيرنرز-لي هذه الصفحة وشارك عبرها معلومات حول مشروع شبكة الويب العالمية، ولا تزال هذه الصفحة موجودة وقيد العمل. في بداية عام 2020 كان عدد البايتات في العالم أكبر 40 مرة من عدد النجوم في الكون المرئي، وعدد هذه النجوم لا يقل عن 1 مليار تريليون. يستخدم الناس مقداراً كبيراً من البيانات هذه الأيام، لدرجة أنه ظهرت وحدة قياس بيانات جديدة تسمى بيتا بايت. بيتا بايت واحدة قد تحمل 500 مليار صفحة من النص المطبوع أو فيديو عالي الدقة بجودة تلفزيونية HDTV تزيد مدته على 13 سنة، وستتسع 100 بيتا بايت لجميع المواد المطبوعة الموجودة على مدى التاريخ. وبمناسبة حديثنا عن البيتا بايت، يولد الفيسبوك 4 بيتا بايت من البيانات الجديدة كل يوم. على فكرة، ألا تعتقد أن بيتا بايت سيكون اسماً مناسباً لطعام الكلاب؟ هذا مجرد رأيي الشخصي. في بعض الدول كان الحمام الزاجل أسرع من الإنترنت حتى عام 2009، وخلال تجربة استغرق الحمام وينستون البالغ من العمر 11 شهراً ساعة واحدة وثماني دقائق لتسليم بطاقة بيانات إلى وجهة تبعد 80 كيلومتر تقريباً. في المقابل استغرق نقل البيانات عبر الإنترنت 2:06. ظهر أول كمبيوتر يحتوي على شيء شبيه بالقرص الصلب المستخدم حالياً في العام 1956، وبلغ وزن هذا الجهاز حوالي 1 طن، وكان قادراً على تخزين 5 ميجا بايت من البيانات الموزعة على 50 قرصاً مغناطيسياً ضخماً. كان هذا الكمبيوتر يؤجر بأكثر من 3,000 دولار في الشهر، أي ما يعادل 29,000 دولار في الوقت الحاضر. إن كنت ترغب في التخلص من الكلمة بأكملها بدل حذف حرف واحد، فضع المؤشر بعد الحرف الأخير من الكلمة واضغط Ctrl زائد Backspace، وبالنسبة للماك اضغط Command زائد Backspace. CAPTCHA عبارة عن برنامج كمبيوتر أنشئ للتمييز بين البشر والروبوتات، وهو في الواقع اختصار طويل لعبارة تعني اختبار تورينج عام تلقائي بالكامل للتفريق بين أجهزة الكمبيوتر والإنسان. فيما يلي خبر سار لمحبي الإيموجي، يمكنك جعل لوحة الإيموجي تظهر في منتصف شاشة كمبيوترك في أي وقت. اضغط ويندوز كي زائد نقطة على نظام الويندوز وكوماند زائد كنترول زائد زر المسافة أو السبيس بار على نظام الماك. في العام 1993 أرسل جيم بوي، وهو اسم وحدة تحكم الألعاب المحمولة الشهيرة من إنتاج شركة نينتندو، إلى الفضاء. أحضرها رائد فضاء إلى محطة مير الفضائية، حيث أمضت 196 يوماً في المحطة، ودارت حول الأرض أكثر من 3000 مرة، وبيعت لاحقاً ب1220 دولار.
تحب القطط أجهزة اللابتوب كثيراً لأنها تكون دافئة أثناء عملها، والقطط تحب الأماكن الدافئة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يكتشف كل قط عاجلاً أم آجلاً أن التمدد على لوحة المفاتيح طريقة مضمونة للحصول على انتباه صاحبه الإنسان. هذا صحيح. يتحقق الشخص العادي من هاتفه كل 12 دقيقة. يعالج جوجل 3.5 مليار عملية بحث يومياً، ويصل مجموع عمليات البحث إلى 1.2 تريليون سنوياً. في عام 2019 أرسل مستخدمو الإنترنت 188 مليون إيميل كل دقيقة، وهذا أكثر من عام 2018 بسبعة ملايين رسالة. إخراج اللابتوب من حقيبة اليد عند التفتيش الأمني في المطار في كل مرة تسافر فيها قد يكون أمراً مستفزاً، لكن موظفي المطار بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على جهازك للتأكد من عدم إخفاء أي شيء بداخله. على شاشة الماسح الضوئي بالأشعة السينية يبدو اللابتوب كجسم شبه شفاف، ويمكن بوضوح رؤية القرص الصلب ومحرك الأقراص المدمجة وغيرها، لكن ضباط الأمن لا يستطيعون رؤية ما وراء بعض هذه الأجزاء مثل البطاريات السميكة وكبيرة الحجم. في الوقت الحالي يقضي الناس وقتاً أكثر في استخدام الأجهزة الذكية مقارنة بالنوم. أول منتج جرى مسحه ضوئياً في سوبر ماركت كان عبوة علكة بنكهة الفواكه، وقد حدث ذلك في العام 1974. يمكنك الضغط على الحرف نون أو كي على لوحة المفاتيح لإيقاف مقطع يوتيوب مؤقتاً، والتاء المربوطة أو أم لكتم صوته، وتاء أو جي للتحرك 10 ثوان للخلف، وميم أو أل لمثلهم في اتجاه الخلف. قلت يستخدمون في اتجاه الخلف أو الأمام. هل توقفت عن الضغط على حرف الأم؟ ظهرت شرائح البطاقات الائتمانية في العام 1986، واستخدمت هذه التقنية لأول مرة في فرنسا ثم في ألمانيا. اختراع لوحة مفاتيح كويرتي كان لإبطاء الكتابة على الآلة الكاتبة. في ذلك الوقت علقت مفاتيح الآلات الكاتبة بسبب كتابة الناس بسرعة كبيرة. لهذا السبب أبعدت الحروف الأكثر استخداماً لإبطاء الكتابة على الآلة الكاتبة. يتوقع العلماء أنه بحلول عام 2030 سيكون 90% من سكان العالم بعمر 6 سنوات على الأقل متصلين بالإنترنت. في العام 1993 ظهر جهاز يجمع بين جهاز لابتوب وطابعة نافذة للحبر باللونين الأبيض والأسود. أول هاتف ذكي كان هاتف سايمون. احتوى هذا الهاتف على لوحة مفاتيح تعمل باللمس، وبضعة ألعاب وتقويم، وساعة عالمية، ودفتر عناوين، وآلة حاسبة. وكان من الممكن استخدامه لإرسال الفاكسات والإيميلات. بلغ سعره أكثر من $1000، وهذا يعادل $2000 في الوقت الحالي. لا يمكن للمغناطيس محو البيانات المهمة من اللابتوب أو القرص الصلب بالكامل، إلا إن كان مغناطيساً قوياً للغاية. ماذا عن قطع مغناطيس الثلاجة العادية؟ لا يمكنها فعل ذلك، كما أن اللابتوب نفسه يحتوي على عدة قطع من المغناطيس في القرص الصلب ومكبرات الصوت. في العام 2013 توصل العلماء إلى أن حوالي 90% من البيانات الرقمية في العالم أنشئت في العامين الماضيين، وفي العام 2018 أنتج الناس 2.5 كوينتليون بايت من البيانات، وهذا 2.5 مع 18 صفراً بشكل يومي. استخدام خط رفيع سيساعدك على توفير حبر الطابعة، لكن إن كنت مستخدماً منتظماً فلن يحدث فرقاً كبيراً، حوالي 10% فقط. تقنية الجيل الخامس من الإنترنت أو 5G قد تزيد سرعة نقل البيانات ما بين 10 إلى 100 مرة، وإن نجحت فسوف تتمكن من تحميل موسم كامل من مسلسلك التلفزيوني المفضل في أقل من دقيقة. رغم أن GPS أو نظام تحديد المواقع العالمي خدمة مجانية، لكن قد يكلف تشغيله أكثر من $700 مليون سنوياً. في العام 2019 تصفح حوالي 350 ألف مستخدم تطبيق الإنستغرام في الدقيقة الواحدة، ويعادل هذا مجموع سكان أكبر مدينة في هاواي هونولولو.
بخلاف الاعتقاد الشائع، لن يؤدي الإفراط في شحن جهازك اللابتوب لتحويله إلى كمبيوتر مكتبي غير قادر على العمل دون توصيلة بالقابس الكهربائي، وذلك لأن البطاريات الحديثة مصممة لإيقاف الشحن بمجرد امتلائها، والإفراط في شحنها ليس مشكلة. يتحقق حوالي 40% من البالغين من أجهزتهم الذكية في أول 5 دقائق بعد الاستيقاظ من النوم، بعد إجراء بعض التسوق الإلكتروني في تطبيق هاتف أو متصفح ويب. يفتح أكثر من 40% من مستخدمي الإنترنت تطبيق تسوق آخر أو تطبيق تواصل، وهذا يعني أنهم يواصلون عملية التسوق أو يهرعون لإبلاغ أصدقائهم بمشترياتهم. وهذا كل شيء. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.